السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو عن مستلزمات الاطفال والعيد والتوك وحاجات جميلة جدا، وشامبوهات وكريمات بوتيك ومساجدة عند صالة مارينا. برضه احنا واخدين الشارع ده، واخدينه تجاري. يلا هنستعرض مع بعض الحاجات ديت. اول حاجة هوريكو التوك والحاجات بتاع الاطفال، حاجات جميلة جدا، حاجات حلوة قوي. دي اللي هي الاكسسوارات بتاعة الاطفال، جميلة. ايوة هي بتبقى كده، دي كده واحدة اهيت، في منها الوان. العلبة دي مليانة توك كده استك بتاع الاطفال، بندانات، فرش. الفرشة دي حلوة للتشابك وجامدة، توك اطفال اهي. كل دي توك، دي بنس. البندانات دي برضو جميلة، انا خدت منها الغودة، حلوة قوي. اكسسوارات فوق اهي بتاعت الاطفال، دي ميداليات. ميداليات دي شكلها جميل قوي، هي صغننه كده، مش كبيره، ميداليه صغننه. بنفس في دي شاطه، دي ايه شكلها، حاجات كده للبنات برضو زي اكسسوارات كده، اساور تروح، تروح جميلة قوي. تروح كريب سادة منقوشة اهو، وجميلة قوي مش غالية. ودي اللي طالعة موضة دلوقتي، اللي هي الشبيكة دي، شراشيب شكلها حلو قوي. مستلزمات الستات مفيش غنى عنها، لكل ست وفي كل بيت. دول اسمها ايه؟ نشاط الخشب، جميلة قوي حلوة. في منها كده وكده، وفي الباغ دوت كله حلو. والفرش دي، البنات البندانات اللي هي قطن دي حلوة برضو، فرش اسنان توك. جينا بقى للشامبوهات اهيت والكريمات. في شامبوهات دي جميلة قوي، في شاور اهو، شامبوهات حاجة حلوة قوي في المحل دوت، هوريها لكم دلوقتي. جميلة واول مرة اشوفها وعجبتني قوي. ايه هي؟ زيوت بتاعت الشعر، زيت فاتي كده، جميل قوي حلو. دي بقى يا جماعة الحاجة اللي لفتت نظري في المحل ده، اسمه بوك مطار، هو اسمه كده لان معمول عليه بلاستيكة كده من الجنب، مكتوب عليها اهي ايجيبت اير. حلو البوك دوت، عملي جدا وعادي، ممكن بتغسليه بتنضفيه في اي حاجة، حطيه على طول في الغسالة ميجرالوش اي حاجة، لانه عبارة عن خامته زي خامة القماش كده، بس جميلة قوي حلوة. دي بقى البوكات اللي هي الجلد، برضو حاجات رقيقة كده للبنات والانسات، وما فيش منع برضو الامهات. دي بقى شنطة الميك اب، جميلة جميلة حلوة قوي اهو، بس فاضي مفيهاش ميك اب، انتي تمليها ميك اب بقى. اكسسوارات البنات، خواتم، شنطة ميك اب كمان، بس دي شكلها اشيك. بس انا عندي غودة بتحب البيربل، غودة بتحب البيربل، انا ممكن اجيب دي الغودة ان شاء الله. ميك اب كله،
ميك اب بانواعه ما شاء الله. جميله جميله. عندك هنا ده كريم الليمون اقلام كحل، ده شكله كده روج، ده روج، ودي كريمات، كريمات الاساس، البودرة اسمها ايه، فاونديشن والحاجات دي، مونوكير، دي برضو حاجات تبع الميك اب، كريم ترطيب وزيوت ومية ورد. مية ورد جميلة قوي للبشرة يا جماعة. الحاجات دي برضو حلوة، كريمات وصبغات وحاجات حلوة يعني. والحنة اللي هي بتعمل لون الأسمر دي حنة أظافر، ودي اللي هي بتعمل الأشكال دي، بقى موزيلات وبرفانات، سبراي، ممكن كريم. بالنسبة لدي بقى ازازة برفان حريمي طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بصراحة دي لما تخلص خسارة ان احنا نرميها، نسيبها كده ديكور على التسريح. وريحتها حلوة صح؟ جميل. جميلة؟ جربتيها؟ جميل. طيب ماشي. لا جميلة جدا والله يا جماعة، وشكلها تحفة. كفايه شكلها كده على التسريح. ايه ده في ضوافر كمان اهي، محتاج ضوافر يعني، محتاج تطول ضوافرها ولا حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. الفرش بتاعت الميك اب، الفرش بانواعها ما شاء الله، جميله قوي اللي تحت دي ما شاء الله ما شاء الله. لا حاجات جميلة والله، وحاجات كلها ما شاء الله حلوة، والألوانات بتاعة المكان اللي فوق دي كلها حلوة قوي، درجاتها أحمر أقل بيوتي بلندر. ماشي أنا مستنيت لما البيوتي بلندر دي اللي بتوزع كريم الأساس على البشرة برضو حلوه، ديت الواحد ما يستغناش عنها، دي حلوه قوي ورخيصه مش غاليه ما شاء الله. يا جماعه معلش انا قلت لكم ان ده كريم، لا دوت في مادموزيل هنا في المحل جت قالت لي عليه ان هو اسيتون اللي بيزيل المونوكير اللي على الضوافر، صح يا ندى؟ ايوه. ماشي يا حبيبتي، شكرا جزيلا على المعلومه المهمه دي. مفيش حاجة تانية عايزة تقوليها عن الميك اب؟ ده برضه كريم اساس، ايوه فاونديشن، ولا اسمه ايه؟ فاونديشن، بس نوع دافي قوي وسايل، مش كريم. بس ان احنا ممكن نفتح ده ماركته، ماركة حلوة ده الكريم الأساسي التاني اللي احنا بنعمله بالكولاجين، غير اللي احنا بنعمله التاني بالمرهم، ده عبارة عن سايل كده بخاخة، مع البيوتي بلندر اللي هي دي بتوزع احسن ما بتوزع بايدك وبعد كده بيتراكم في الايد، ده نوع نضيفه، ده نضيفه قوي احسن حتى كمان من البودرة. ده تحديد حواجب ده، بس هو تلاتة في حتة بني، ده لما تكوني لابسة حاجة غامقة. ده سايل ولا برضو؟ لا جيل. جيل؟ جيل الابيض دوت بتحطيه الاول، ده مثبت، ده اللي هو بترسمي بيه تحت الحاجب عشان تنضفي بيه تحت الحاجب، ده مثبت. تمام. جيل ده بني وده الاسمر، البني ده بيتحط مع الحاجة الفاتحة، لو انت بشرتك فاتحة ولا كده ده بيتحط مع الغوامق، مع الفرشة بتاعته برضو. شكرا. ده روج، ايوه ده روج،
هو بكل الوانه بس ده اتنين في واحد. ماشي. بدل ما تجيبي واحد سايل وواحد مش سايل اللي هو زي الملمع كده. اه ده اتنين مع بعض يعني ممتاز. ماركه ممكن تصوري الماركه بتاعته كمان. باين يعني حاجه كويسه قوي. شكرا مدموزيل ندى. اسمي في الوان كشميريه. على فكره الكشميري هو اللي طالع موضه دلوقتي. ده روج كشميريات سايل كل درجات المو وفي حتى مو ما شاء الله. بطيخي كشميري فاتح كشميري غامق بني بطيخي او بينك برضو. دي مية ورد. دي بعد مثلا تحطي كريم الاساس اي حاجة بدل ما تغسلي وشك مثلا باي مرطب ولا نوع تاني. مية الورد مفيدة طبعا يعني لاي حاجة في الوش. تمام. او حتى ممكن تحطيها بعد المكياج بس دي بتستعمل بقى بايه ممكن بقرنة صغيرة وتبلليها وبعد كده بقى بتوزعيها على وشك تعمل كراوة للبشرة. اي نوع قبل ما تحط اي مكياج او اي حاجة حاجة مهمة وهتفيد بشرتك بعدين. تمام. احنا معانا بقى مدموزيل ندى هي اللي بتدينا نبذة كده عن الادوات الميك اب دي. ايوة. روجاجو. ماشي. يعني ثلاثة في واحد. فاتح وغامي ودرجة متوسطة في النص اهوت يعني كل الوان البشرة يعني حتى برضو يعني البيضة الخمري السمراء حسب برضو نوع اللبس اللي هي تلبسه مثلا تلبس حاجة فاتحة حاجة غامقة ويعني مفيد في اي مناسبة. تمام. وفي منه بقى التاني انواع تانية برضو بس الوان كده. تمام. ده اللي بتستعمله له يا ندى السفنجة المبللة دي ولا ده عادي بالفرشة؟ دي الفرشه بتاعته انا شفت كذا فرشه كده. هما انواع ولا كل حاجه ليها فرشه؟ ده الروجاجو. دي فرشه الروجاجو. يعني كل حاجه ليها فرشه. ده الروجاجو اللي احنا سائلين عنه دلوقتي. تمام. في انواع تانيه برضو جميله يعني بصي كل ما كانت الفرشه مثلا كبيره زي مثلا الحجم ده كده كل ما بيوزع اكتر وما فيش حاجه بتبقى متراكمه بقى من الايه من الروجاجو من الميك اب على الوش. ماشي. الروجاجو برده بتوزعيه برده في الاكل فبيدي منظر حلو كده. تمام. وقلنا برده البيوتي بلندر بتوزع يعني هي حاجه مفيده خليها برده قدامنا هنا عشان نبقى شايفينها. معلش طلعيها انسه ندى كده معلش عشان نشوفها كويس. حتى ملمسها حاجة خفيفة خالص بتوزع. بتوزع يعني حاجة بتوزع حاجة مطاطية كده يا جماعة. اسمها بيوتي بلندر عشان او دي بتبلليها ولا زي ما هي كده؟ لا زي ما هي وبتوزعي بيها يعني. وبعد ما تخلصي بتغسليها عادي مية بفكرة. تمام. شكرا يا ندى. نشوف بقى شنط البنات الحلوه دي. كفايه ميك اب بقى كده كفايه يا جماعه. الميك اب ده جوه البيت بس يا جماعه عشان ما اشيلش ذنبه. شنط جميله حلوه جميله قوي شنط البنات دي اللي عليها الفيونكات دي اللي طالعه جديده برضو هنا عند سجده. والبوك ده جميل قوي 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 وعملي. نعم. رجعنا تاني للميك اب. وجاجو. ايوه. ده بيتحط تحت العين وكل الالوان. تمام. كل الدرجات. ده الوجاجو بيتحط فوق العين ده كده كله علبه واحده. ودمت الفرشتين بتاعته بدل ما تجيبي فرشه معايا وبيبقى ماشي. تمام. جميله حلو. شكرا انسه ندى. دلوقتي هنشوف بوكس الميك اب برضه ندى هتقول لنا عليه نبذه كده. ده بوكس بتاع ميك اب فيه منه الوان كتير بدل ما تحطي كل حاجه لوحدها. ده بتنظمي مثلا تحطي الاقلام تحت وبعد كده مثلا تحطي العلب المدوره مثلا روجاجو فونديشن اي حاجه من الكلام ده بعدين فوق ويبقى معاكي يعني. وشنطه شيك قوي في منها الوان ممكن وهي خارجه يبقى معاها. وفي برده شنطه بتبقى صغيره برده ممكن يتحط فيها. تمام. بس انا عاجبني اللون ده قوي لون البربل ده لان رغد بتحب اللون ده. عرايس بقى بتاعت الاطفال عشان نفرح الاطفال في العيد. جمال ما شاء الله حلوين قوي. ماشي يا عسل. بوجي وطمطم. بوجي وطمطم يا جماعه في رمضان روايح رمضان جميله جدا. الله ما شاء الله. دي بدل الفانوس دي.
هنبيعها زينة رمضان بدل الفانوس. ودي التابلوه ده يتحط في اي مكان، يتحط او ممكن يتحط على السفره. ده للسفره. ده بيعمل شكل جديد كده، او على الكوانتر بتاع المطبخ. انا هاخده احطه عندي على الكوانتر. ده عامل شكل رمضان، حاجات كده روايح رمضان. ده فين شكشك ده؟ لا لا مش ده شكشك بتاع وجه طمطم. لا وجه طمطم دول العسل. بوجي وطمطم في رمضان. ده بكار وعمي شكشك. خلينا في بوجي وطمطم. امسكي كده. خلاص كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. وريتكم حاجات كده بوتيك مساجده، جايبه شويه حاجات كده طرح ومستلزمات وحاجات حلوه للاطفال. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هيبقى لي فيديو تاني، جزء تاني، عشان خاطر هتجيب حاجات تاني عشان العيد ان شاء الله وعون الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.